أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليه. رب علمنا بما جهلنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، فاجعل أمورنا كلها سهلا. إخوتي الإسلام، عشر كينا ما أنت نوحك باللامية سورة الله يرهضه سورة القدر. سورة القدر و سورة مكية ولحية سديتا كسورة دوت مكاكو سودقي كمدعة آياده دون واشن آيادوت. سورة دون وحيكها ليس موضوع خاصة أوكو سابسا هبين بشر رمضان كتيرة أوكفض لبضن عمل كاللقبتا وكفر لبدن يهي كن هبين وهبين نذك لا ومد النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه عمري قيد وقابين يهي او عمري قيد غالب كي والحدن لا تضباطا بي أبضن تا ومده هورانا عمري قيد وقابين كن ايو وحكبضن بي ددك قاركود نولان شرين أرن كاسو نبي الله محمد صلوات الله وسلامه عليه وحوك أبو رئين إلهي بريه. نبي محمد صلوات الله وسلامه عليه وحو الرحيم إيهي أمديس وحان مر والبكو همية أمديس إيهي نقطه أمد أغبضا إيهتنا دقشة إلهي نواك أقبل سبحانه وتعالى. نبي قوحو إلهي ويديست إلهي ومرها دي أمد إذا عمري قيدي قابية ومدى كلا عمر دير شقي سنة وعمل فليين أي قيامها لك يعني وإيمان أيان إلهي يودنع كلا أمدى إذا أغكب خير كذا إلهي نوك أقبلي وحونا إلهي سي أمة محمد هبين بشر رمضان كتيرة وليلة القدر ليلة هذا وهبين قدر إيه كرامة له ومدنانش له أو خير من ألف شهر كن بلاد كخير بدن كن كبلاد مرك الله حسابي وحلا إلى هذا وأفر يسديتن سندود يصدح بلاد ملهاس أي تجي حساب الله إلى هذا. هل هبين أو خير كآت شقيسا لقو قل فنيو سديتن يصدح سندود يوحك بدن لقو قل فنيو ومثلا هبين كهدي الله برق عدود تكتي وحي أدق ميسا أدقو سديتن سندود يوحك بدن لبدا رق عدود تكناي هذا بقول شلين أما كن شلين عاد بحسو أو صدقاء انت أساس ديتني يا ديرات سنة لغو قلو فنية كن بلال لغو قلو فنية هذا عاد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هبين كاعد كجو ليس تودد كاعد فرتي وحال لغو قلو فنية كن بلال لن عمل كاكتشري أو كلاد نقونيسا ننك عان شاقيسن إسكو هردنا تعب خسار يهردو أيا راعيسا مركا هبين كوا هبين ليلة القدر بالله إلى هذا بشر رمضان بان إلهي كدغي وانا ليلك إلهي قرآن كأسود تيي او انت اللوح المحفوظ كاللغسو نقليي لكيني بيت العزة قريق الله يراهضو لكيني هل كاسو ملك الجبريل يدو مفرقة او كسو قادي تيري او نبي الله محمد صلوات الله وسلامه عليه او كيني تيري مركا شايقا انك هدلينا ما اها قف نول او بنا آدمي اه او قدافة لها فردية او بستي روح هو ان او رامله او هبين كي ميلها لقد ديديو او قف بنا آدمي او كلا اه وحو ما اها وحو الليلوي سيدا مددير او مثلا عمرية دي هوري داد كاني انت واوين واي قران ايساي ليت الخضر روح لا يرابي اولا بحين او لا ديديو او لقد ديديو ميلها قدافة اها او لغا دايدايو ميلها خرابادها او اي لاهدان وليبا
وليت الخضر او سول كيس مدكتوا بلا لف او هديات سلانتو سول بلا لفات كهليسايو وكنسي يا غنيمه الدنيا اوردن اياد كل كهليسايو نولوشا اوردن مضمبم بين قونيسايو ذهب اي دولار اي دايما وحلالي وحاضو باهانتاي ايو نكاسي غوري كاغاسو بوحين ايايو دبدا نمركاسي دادكو هبينا دا خير كالاها تبانك رمضان ودن بيا باوحد اركي شرتيغو ميلاها او خرابضا ليس ويدارن ايو ما هيسا اي ما هيسا ليس ويدين شري إلهي با أمدي وغفرة شدي حقي إيا دليل كي هدى اللي فهمي وحونا هبين وإياني قف بنا آدمي يو قدى فتفردية ما أهين سيدا دادك اللو مرين هبابي ما قرن يو واقاس لكن بنا آدمي وح ليلة ليت الخضر ليلة هذا داي داي با لقو يريو عبادة دي إيا عمل كي إيا خير كي أي شقيسان لهايين إيا مساجد دادي قيلي لهايين إيا تهجد كي تكن لهايين إيا تراويح دي تكن لهايين إيا خير كي شقيسان لهايين وحا لقا مشغوليي إن قدافدها أي وريغان أو أي كراديان وحليت الخضر ليراهضو ساي سقبت مقران أي وحواب الليل وانا هبين لقضاف عربيغا ليل يقف بنا آدمي يهو محان كوراهضا ضيعا أو فولحونو راما يستيهالك إسكا قبتين أني قوابا قرنواي هدنا ددكو ويكوقا نعسنا يينو ميلها خرابدهم بقى لقد دي دي جيري قف بلا سوله أو سول كيسا مدكتو وبلا لفيهي لقر رادين جيري إلهي با لكن شاركن دم بحقي سور رجيو بين آدم جيوي فهمين وما شاء الله سدها بين ذا دو قدم بير رمضان بين آدم جواي خير كأور رادين يان ووحي إلهي سبحانه وتعالى إلهي ولا جهله إلهي بنا إن جهنوني الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ضدك الجداف فده وريج شري إليت الخضر كرادين شري وأني صادق أيك أهيد هذانا ما يهين كم من طالب خير فلم يصب إم صابضنا إذا خير ayaan u jeedaa oranaysa oo hadana daliilkii iyo wadadii kala mi jirtay sida ka gudaafadaha wareegay iyo kharaabada ee hadana ilaahay khayr kaga dooni jiray igana ilaahay ka caafiyo subhanahu wa ta'ala inagana haqa wa ilaahay na fahamsiye allah inoo si kordhiyo marka habeenkan laylatul qadri ba la ilaahda wa habeen karaama leh nabiguna wuxuu tilmaamay salaatullaahi wa salaamu alayhi habeenkan 10ka ugu dambeeya ee ramadaan ayuu ugu dhaw yahay inuu ku jiri karo بش رمضان بورت كتيرة لكن طبعاً كأقدم بيا رمضان بوجوده يها إنه كتيره ولبا طبعاً كأقدم بيا ترضى إصدار أي أقصيده يها إنه كتيره كوي اللواتنكا صدح اللواتنكا شن اللواتنكا إلى سجال اللواتنكا إنه كتيري كره أي أقوده دهاي عهد جير رسول كنا حليك للددوان وأيامها ترضى إصدار له أي لقى أركي صدح اللواتنكا نبي جو أنو الوالا أركي وهو النبي يقول حالي وحان كل رياضي ليلة القدر أي إن لهبينك ليلة القدر إنه خروب دي إدانة إنتو مساجد كي يقصود در رميه آن دوبكو سجود إدانة سيدي باين نقطي هبينك صدحي لاتنك أي النبي يقول دوبة دي كسجود مركز النبي يقول تلمامي ويد هبينك حالي ليلة القدر بيهاي هبين شاني لاتنك يقشي هبين تضوية لاتنك يقشي وعهدك النبي قد وحي بقى لغو شيكي شري ولغو عدين شري لكن وقتك كان قفك مؤمنك أوحى أوفي عن إنو هبين ذا أقوله النبي قد تلمامي إنو آدو الدذالو بش رمضان أوردنا آنو إسلقنن إلهي سبحانه وتعالى سيء خير كمسلمين تأبضيه وحو إلهي أسميه أيام خاصة وفضل له iyo saacada khaas ah oo fadli leh oo hadana saacadaha kale ilaahay uu ku qariyay midalan ilaahay wuxuu subhaanahu wa ta'aala ummada muslimiinta asiyay maalin kasto jimca ah hal waqti oo qofka binaaadmiga ilaahay tuuga ee gacmaha hoos dhigta aan ducadiisa la radinaynin saacatul ijaaba la yiraahdo maalinta jimca ayay ku jirtaa bu nabigu kaleeyhi salaatu wasalaam meel ay ka tahayba waxaanay ugu sii dhawaanshe badan tahay انت عصر كي مغرب كجمعها اردح حيسا ايه اغسي دوانش بضانتهاي ايه النبي قول عليه الصلاة والسلام ليلة القدر قول بش رمضان ودنبو كجرة وحانا اغسي دوانش بضانتهاي حليا ذا الله تلمامي وحانا الله قوضا قفكو انانو اسنقنن اعماش اول لبن لابو وايامها كالي رمضان تو عبادي سنين اجري ايه حسنات ديرادا وكهلو مالنتي لسوغي يهبينكي لسوغي نسيانا اغلو من انو يساقو هيغن كجرة أي مالنتي كنت ما أدوها بينك كي ما أدو دو دين دو كفا إيديستو قال الله تبارك وتعالى إلهي وحيري إنا أنغو أنزلناه قرآن كان كريم كإذن هوري الله أيان سود جني في ليلة القدر هبينك شرفت له
قدر كي كرامة مدن لحدي سان سودج النبى إلهي الله كاني بيت العزة وبيت كي الله صمدا أقصه كي بناء آدم قوسه حكته هل كاسا إسقى مفصل قرآن كلا جسوا تفريقنا يي أو مر بلا جسوا قاضي أنت إلهي ودمعه إن النجوى إلهي هل مثلا عن قوت المام كل كا إن النجو أي عربي كن نقطة إلهين عيدوا إسكت شمعنا يا مجرت سبحانه وتعالى مركو إلهي إن ينحن يمسلوين كلام إذا قوت المام ينا وحلا إلى هذا لقوين كأرنا ويكبضن تايو مركش يعني إلهي إسوينين يو أما شخص يقول إسوينين يو سيدي واحد شمع أوكله أيو أهض له سيدي مثلا ما لحظة أوكله ما دحوين ياش عالم كادد لجسته مركه هذا ليان وحول سدا سانو يالي سدا سانو كو أمرني سدا سانو فليني أمر كعدة بحسين مثلا وكليدي هاي أيها دنا وحول عبير يا سدا سانو أمرني سدا سانو نري وتعظيم لنفسه باللغوين كلغوين هذا قفكو إنه يعني إس عظمين أيه أو إسوينين أيه المخلوقات عظمة أهل أمال هاي إلهي با إنه إسويني حق وأوله وكبرياء إيه سرين با إلهي با إسقاله لذلك با إلهي إسقو إسوينين أيه أيه وحو استعمال كلمة الجمع أيو ما يلبضن كو استعمال أو إلهي سبحانه وتعالى أدك سدا إسقو آن عد كل ماني كرين وحانو وجيدا وتعظيم لنفسه إلهي إسقا إسوينين أيه قال الله تبارك وتعالى إنا أنقو هدان ربي وين أهيب إلهي ليه أنزلناه قرآن كان نسود الجني في ليلة القدر هبين قدري إيا كرامة له وما أدراك محاد كتقان أوتك أكتهي ما وحو يهي ليلة القدر هبين كالليلة القدر وحو يهي مياد قياس كرتا ليلة وهبين ليلة القدر هبين كالليلة القدر خير وكستا وكخير بدن يهي من ألف شهر كم بلوط أو بلها كلاة هبين كاسا كخير بدن عمل كلا سمايه وما أدراك محاكو أغيسيه وتشويق بل إناد أسو جيستو وأدرين كاو أسو جيستو كلام كالربي يا خبر كإلهي كسين أيو سي أدكتوني أيو فرفرعوني آدو أسو يالاتو وما أدراك محاكو أغيسيه ما ليلة القدر هبين كالليلة القدر قال إلا وحو يهي إله نورن أو نوشيك بمركا إتالة ليلة القدر وحو يهي إلهي بمركا إنو قورميه ليلة القدر هدانت قرنين عن كاغا ورمئه ليلة القدر هبينك ليلة القدر قال الله هذا قدر جي كرامة عليه خير وكستا وكخير بدن يهي من ألف شهر كم بلود كخير بدن يهي هبينك هاس تنزل الملائكة ملائكة أياد سمد انتي كسور دا دعضه للكا سوا عمرته هبينك ملائك بدن أياد للكا تما دبا إلهي تنزلوا way soo degtaa oo ay soo degtaa iyadoo kala dambaysa ayay dhulkan yimaadaan malaa'igtu waqtiga gabalka habeenka laylatul qadrigu dhaco ayay malaa'igtu soo bilaamaysa war ruuxu malaa'igta waxa weelinaya oo la socda ruux shay la yiraahdo ruuxan waxa looga jeedaa waa malakul jibriil malakul jibriilna waa malaga ilaahay uu u doortay inuu anbiyaada ilaahay waxyiga gudoonsiiyo oo uu keeno وملقا غالبا ادحايا الهي اي رسوشيسا اي وحيغا وكالا قادا وملقا ملائكت اي بقوردن بقر كودا وملقا رفيق الله اها او لصاحبك اها نبي الله محمد صلوات الله وسلام عليه وملقا كسو قيبقا لي مالنتي بدر مسلمين تو اي جهاديين قوم كستو نبي محمد كدقا اللهم ينا رقابين اي ايمان اي الهي سودر اي بكمدها تنزلوا الملائكة malaa'igta maalinta soo degaysa oo soo degaysa degniin kala dambeeyay malaa'igtu habeenka raxan raxan bay u soo degaysa war ruuxu malakul jibriil ba fiha wal ruuxu malakul jibriil ba isna soo degaya fiha ayay soo degayaan dhaxdeeda tanazzalul malaa'ikatu war ruuxu fiha bi idni rabbihim dhaxdeeday soo degayaan habeenka dhaxdiisa iyo maalinta leeladaas dhaxdeeday soo degayaan iskama soo degayaane biidni rabbihim in amar ilaahay bay ku soo degi doonaan min kulli amrin arin dhammaantii iyagoo xambaarsan bay ku soo degayaan oo waxay yiraahdaan culimada tafsiirku habeenkaas ayaa la qorsheeyaa oo qorsheysan yahay si gaar ah loo diiwaangeliyaa sanadkaas soo socda wixii dhici lahaa oo dhan shar iyo khayr
ayaa laga soo naqliyaa lawxul maxfuudka markaasa la soo dejiyaa waa habeenka sanad la xiro acmaasha sanawiga ah waa habeenka la xiro ee acmaasha sanadka soo socotana la qorsheeyo waa qorshaha sanawiga ah marka habeenka la sameeyo ee lama samaynayo ee la soo dejiya si gaara ilan waa qorshaha ilaahay iyo qadarka ilaah uu sii qoran yahay habeenka wixii sanadka la fulin lahaa ayaa si gaara markaa loo soo soocaya awaamirtaasna sanadka wixii dhici lahaay oo dhan bay malaa'igta wixii cid walba inta khusaysa ay la soo degta salaamun hiya habeenkaasu salaamun waa habeen nabadgelyo habeenkaasi waa habeen salaan iyo hambalyo iyo nabadgelyo loo qaybinaya makhluuqaadka mu'miniinta ah ee cibaadaysanaya salaantaas iyo malaa'igta joogitaankeedu waa ilaa goormuu soconayaa xataa matlaca alfajr ilaa waagu galalac ka odhanayo ilaa waagu dilaacayo inta ka dhexle maqribka ilaa iyo salaada subax waageedu dilaacayo waa maalinta habeenkaa malaa'igtu intaasay joogaysaa waana habeen nabadgelyo iyo salaamo ay dadka la dhex marayaan wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam casharkeenna maantuna halka ha inoo joogo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.